ازيكم يا جماعة؟ معاكم يحيى. والنهارده سامسونج اعلنت عن عائلة S21 الجديدة. عائلة S21 اللي جات لي فرصة ان انا اجربها والعب بيها شوية واصورها واعرف معلومات عنها اكتر من مسؤولي سامسونج مصر. S21 و S21 بلس و S21 الترا، وكمان اعلنوا عن شوية اكسسوارات جديدة هنتكلم عنها كمان شوية، بس في الاول خلينا نتعرف على الموبايلات. هو مفيش كلام كتير قوي نقوله لان دي يعني تحديثات بسيطة جدا عن السنة اللي فاتت، وفي بعض الحالات تقدر تقول انها مش ابجريد، هي داونجريد كمان عن السنة اللي فاتت. اول حاجة واضحة وملحوظة جدا اول ما تبص على الموبايلات هي التصميم الجديد الجريء جدا. نافذة الكاميرات الجديدة ملفوفة وملحومة مع الفريم. النافذة بتاع الكاميرات الملفوفة دي معدنية، والحلقات بتاع الكاميرات مدفونة جواها. كل كاميرا كده ليها تجويف خاص بيها، فشكلها مميز جدا ومختلفة عن معظم الموبايلات، والتدويرة بتاعتها كده بتحسسني انها شبه موبايل النوكيا 7610 اللي هو الدمعة، حد فاكره؟ المهم بعيدا عن شكلها، النافذة دي من المعدن المصنفر في كل الاجهزة وكل الالوان، بس الفريم اللي النافذة دي بتلتحم معاه بيكون دايما فريم لامع، وكون النافذة دي من المعدن ده هيقلل جدا من عرضة ان النافذة بتاع الكاميرات تتكسر، وان يحصل خدش على الكاميرا يبوظ لك الصور بتاعك. كشيء جمالي في بعض الوان الموبايل زي اللون البنفسجي اللي معايا بتاع S21، الفريم والنافذه واخدين لون واكسنت ذهبيه مختلفه عن بقيه اللون البنفسجي بتاع الظهر، وطبعا اللون ده هو اكتر لون مميز في عائله S21 الجديد. بمناسبه الالوان، كل الموبايلات السنه دي بتيجي بظهر مصنفر، مفيش اي ظهر لميع. S21 الصغير اللي بيجي بشاشه بحجم 6.2 انش هيجي بلون سيلفر ولون اسود ولون البنفسجي اللي معايا ده ولون تاني بينك. S21 بلس اللي بيجي بشاشه 6.7 انش هيجي بنفس الالوان ما عدا اللون البينك. اما الالترا اللي بيجي بشاشه 6.8 انش بيفتقر شويه لاوبشنات الالوان، ما فيش الا اسود وسيلفر. وانا بقول على S21 الترا ان هو الفلاجشيب الحقيقي، لان سامسونج قصت وشالت حاجات كتير جدا السنه دي من S21 الصغير والS21 بلس. يعني مثلا S21 الصغير بقى بيجي بظهر من البلاستيك. هو البلاستيك حقيقي نظيف وملمسه فخم جدا، وخاصة انه مصنفر، بس طبعا مش هيبقى بنفس فخامة ومتانة واحساس الزجاج بتاع البلس والالترا، ولكن الحمد لله ده ما بيحرمناش من الحماية ضد المية في اي اجهزة من الاجهزة دي اللي محمية ضد المية بتقييم IP68 على عمق 1.5 متر تحت المية. S21 والS21 بلس بيجوا بشاشات فلات بدون اي انحناءات او اجات، ودي حاجة انا بحبها جدا ومبسوط جدا ان سامسونج اخذ هذا التوجه. بس الشاشات دي اي نعم دايناميك اموليد الجيل الثاني، ولكنها بتيجي بريزوليوشن فول اتش دي بلس وبتردد 120 هرتز بينزل لغاية 48 هرتز، واقصى سطوع لهذه الشاشات بيوصل لغاية 1300 نتس. في حين ان الالترا الموبايل الفخم بيجي بشاشه منحنيه شويه ومكبوبه على الاطراف، وانحناء بسيط جدا اقل كمان من الانحناء بتاع S20 الترا القديم. وطبعا الالترا هو اللي بيجي بشاشه كواد اتش دي بلس مع تردد متغير من 11 هرتز لغايه 120 هرتز، ودلوقتي ال 120 هرتز بيشتغلوا مع الكواد اتش دي. اخيرا سامسونج عملتها، مستنيينها من زمان، وسطوع الشاشه دي بيوصل لغايه 1500 نتس، ونسب الكونتراست بتاع الشاشه الدايناميك اموليد اللي موجوده في الالترا دي بتوصل لغايه 3 مليون الى 1، فالصوره على الالترا هتبقى انقى واوضح بكتير جدا من S21 والS21 بلس، ودي حاجه تعتبر داون جريد وهبوط عن مستوى موبايلات السنه اللي فاتت اللي كانوا كلهم بيجوا بنفس الشاشه. واضح جدا ان سامسونج بتحاول تميز S21 الترا، الموبايل الكبير التخين، الموبايل الفخم جدا جدا، وخاصه عشان النسخه اللي كانت معايا دي ظهرها مصنفر باللون الاسود، والنافذه بتاع الكاميرات برضه مصنفره وبرضه باللون الاسود، ناقص بس ان الفريم بتاع الجهاز يبقى كمان مصنفر، فيبقى ده موبايل باتمان الرسمي. طيب كفايه كلام عن التصميم، خلينا نتكلم شويه عن المواصفات. كل الموبايلات دي بتيجي بمعالج اكسينوس 2100، او طبعا في كوريا وامريكا سناب دراجون 888. اللي منكم شاف المؤتمر بتاع سامسونج الاعلان عن البروسيسور الجديد هيعرف قد ايه سامسونج بتعترف انها غلطت، وبتوعدنا ان الاكسينوس عائد وبقوه، وتوعدنا انه هيقدم طفره عن الاجيال اللي فاتت في العتاد، ومش بس العتاد، لا كمان في معالجه الصور وفي الذكاء الصناعي. طبعا كل ده مش هنقدر نحكم عليه الا ما نجرب الاجهزه، انا ما لعبتش بالاجهزه الا ساعه واحده، بس انا متحمس جدا واتمنى سامسونج ترجع تنافس وبقوه في المعالجات، وخاصه ان نسخه الاكسينوس دي هي اللي بتنزل لنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والمعالج ده على فكره هينزل في كل حته بيدعم خدمات ال 5G. S21 والS21 بلس بيجي ب 8 جيجا بايت رام بسرعه LPDDR5، اما S21 الترا هيجي برامات 12 جيجا بايت. بالنسبه للمساحه الداخليه كلهم بيدعموا مساحه داخليه UFS 3.1، البلس والالترا الاثنين بيجوا مساحه داخليه 256
256، اما الاس 21 الصغير بيجي مساحه داخليه 128، ودي النسخه اللي هتنزل مصر. في طبعا رامات اعلى ومساحات داخليه اعلى متوفره في بلدان تانية. للاسف كل الاجهزه دي لا تدعم تركيب اس دي كارد. دي حاجه انا متاكد انها هتزعل فانز سامسونج اللي متعودين ان هم يستخدموا اس دي كارد مع اجهزتهم، خاصه الناس اللي بتحب تصور فيديو بالموبايلات دي، لان ال 8K فيديوز اللي بتطلع من موبايلات سامسونج بتبقى فايلاتها حجمها كبير قوي، فانت محتاج تخزن الحاجات دي في مكان. فكون دلوقتي ان انت محكوم بالمساحة الداخلية بتاع الجهاز، اعتقد دي حاجة هتزعل فان سامسونج. ولكن مفيش حاجة هتزعل فان سامسونج قد البطارية. S21 4000 ملي امبير، S21 بلس 4800 ملي امبير، الالترا 5000 ملي امبير. ولكن مش الحجم اللي بتكلم عليه اللي هيزعل الفانز، هو الشاحن. للأسف سامسونج بتمشي على نهج أبل وبتشيل الشاحن من العلبة، وتشيل السماعات كمان الاي كي جي اللي كانت بتيجي في الموبايلات اللي كانت مميزه جدا. زي ما انتم شايفين قدامنا ده شكل العلبه الجديد، ما فيهاش الا كابل واحد من يو اس بي سي الى يو اس بي سي. انا كنت عارف ان كل الشركات هتعمل كده بطبيعه ان ابل هي الماركت ليدر وهي الشركه اللي ناجحه جدا، فالناس كلها بتسعى على نفس النهج بتاعها عشان تحقق ارباح عاليه، كل الكلام المعروف ده. بس انا حقيقي ما كنتش متوقع ان سامسونج تعملها بدري كده، لا وكمان بنفس الحجه، حجه البيئه. انا قلت مثلا هيستنوا سنه ولا حاجه، ولما يبقى كل السوق بيعمل كده فبيبقى ما قدامهمش حل غير انهم يعملوا كده هم كمان زي ما عملوا في الهيدفون جاك. بس الصراحه ده رايي انا الشخصي، زي ما قلت عن الايفون اللي فات، ان ازاله الشاحن دي مش مشكله كبيره، لان مشتري الفلاجشيب اي يعني دفع اعتقادي، يعني مشتري الفلاجشيب بيبقى مشتري شواحن متبني بقى التقنيات الجديده وبيستخدم شحن وايرلس. بس ممكن مع سامسونج الوضع يبقى مختلف شويه عن ابل، لان كده كده مع الايفون الشاحن اللي بيجي في العلبه زباله، فانت بتضطر تشتري واحد كده كده طول عمرك. لكن مع سامسونج هي كانت بتحط شاحن سريع اوريدي، فممكن يبقى في مستخدمين بيستخدموا الشاحن اللي بيجي في العلبه ما كانوش بيرموه ولا حاجه. فانا مش عارف بالظبط، انا حابب اعرف منكم اكتر، انتوا كنتوا بترموا الشاحن اللي بيجي في علبه السامسونج ولا كنتوا بتستخدموه؟ ازاله الشاحن مش هي القرار الوحيد الغريب اللي سامسونج اخدته. الاس 21 الترا، الالترا فقط بقى بيدعم الاس بن. الشيء اللي كان ولا زال يميز سلسله النوت هو القلم. بقيت تقدر تستخدم قلم النوت القديم اللي عندك على الاس 21 الترا، او تشتري قلم تاني من سامسونج مدمج في كفر، في كفر سيليكون وكفر شفاف. انا مش عارف بيركبوا ازاي بالظبط، يعني هو سامسونج وريتني صور لكن ما قدرتش اجربه المنتج في ايدي. فدلوقتي القلم بقى مدعوم على الاس 21، ولكن مش كل خصائصه بتشتغل. هو بيدعم كل الخصائص المعروفه والتقليديه، ولكن الحاجات اللي بتستخدم الاس بن ريموت مش هتشتغل. يعني كونك تتك على الزرار وتلقط صورة، أو تلوح بالقلم يمينا وشمالا وفوق وتحت وتعمل حاجات عشان تتحكم بالموبايل عن بعد، ده كله مش موجود. أنا بصراحة زعلان شوية من القرار ده، لأنه بيأكد لنا حقيقة الشائعات والتسريبات اللي عمالة تطلع إن سامسونج هتقتل سلسلة النوت. هو الحقيقة كبزنس ده قرار صح، لأن خلاص ما عادش في حاجة بتفرق ما بين سلسلة الإس والنوت غير القلم، ف يعني حطوه بقى في الاس وخلاص. وده قرار صح برضو كبزنس، عشان سلسله الاس والنوت ما عادوش هما الموبايلات المميزه عن سامسونج، بقى في دلوقتي موبايلات قابله للطي، بقت هي المستقبل. انا طول السنه اللي فاتت انتوا عارفين انا دايما موبايل الاساسي هو موبايل ايفون، ودايما بشيل معايا موبايل تاني سامسونج. فالموبايل السامسونج اللي بشيله ولا هو الاس ولا هو النوت، بعد ما بخلص مراجعه الاجهزه دي ما بلمسهاش تاني. الموبايلات اللي بشيلها هي ايه؟ الزي فليب، الجالاكسي فول 2، لانها موبايلات اسطوريه فعلا، موبايلات بتقدم تجربه عصريه جدا، تجربه من المستقبل. فواضح ان سامسونج بتحاول تحط تركيزها في الاجهزه دي وتهمش شويه سلسله الاس وسلسله النوت، وده واضح جدا من قراراتهم في الاختيارات اللي بياخدوها، زي مثلا تصميمات البلاستيك والشاشات الفول اتش دي والحاجات دي. بالنسبه للكاميرات مفيش حاجه كتير قوي اتقال، حرفيا الاس 21 والاس 21 بلس بيجوا بنفس الكاميرات، هو بس البلس شالوا منه تي او اف. حتى الالترا ما فيهوش حاجه جديده قوي، يعني نفس الكاميرا الاساسيه ال 108 ميجا بكسل، بس اضافوا لها ليزر اوتو فوكس اللي كان موجود في النوت 20 الترا، نفس الزوم المجنون اللي بيوصل لغايه 100 مره مش 50، 100، ونفس الكاميرا السيلفي ونفس الكاميرا الالترا وايد، هم بس اضافوا كاميرا تليفوتو جديده 10 ميجا بكسل بتوصل لغايه 3 اكس. اعتقد هم اضافوا الكاميرا الجديده زياده دي عشان الزوم رينج بتاعك يفضل يطلع لك صور حلوه لغايه ال 10 اكس، وكمان عشان الكاميرا الجديده دي ممكن تستخدم في وضع البورتريه. البورتريه بقى اسمه بورتريه، ما عادش اسمه لايف فوكس زي زمان. البورتريهات اللي دلوقتي بقى فيها تحسينات على عزل الخلفيه، وفي مؤثرات فنيه واحترافيه بتقدر تعملها، وتقدر كمان تتلاعب على الاضاءه اللي موجهه على العنصر، يعني زي البكسل بيعمله. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في تطويرات معالجه الصور هي الزوم لوك،
دي ميزة بتخليك لما توصل للأرقام المجنونة بتاع الزوم بتاع 50 مرة والمئة مرة والحاجات دي بتبقى الصورة ثابتة قبل ما تلقطها، بتبقى شايف صورة ثابتة. في الأول كنت بتعمل زوم تلاقي الدنيا كلها بتتهز وما انتش عارف تشوف اللي انت بتصوره. وفي شوية تركات جديدة في السنجل تيك، انا مش عارف حد بيستخدم السنجل تيك دي ولا ايه، وشوية حركات كده في تصوير الفيديوهات. يعني دلوقتي تقدر تصور بالتلات كاميرات في نفس الوقت بحيث اثناء التصوير تقدر تختار الزاوية اللي عجبك اكتر، ولكن بعد ما بتصور اللي بتصوره مش بيبقى معاك التلات زوايا، هي بيبقى معاك الزاوية واحدة بس اللي انت كنت بتختارها اثناء التصوير. اللي ممكن تسجلهم مع بعض هي الكاميرا السيلفي والكاميرا الخلفية بحيث تصور نفسك وتصور اللي انت شايفه، دي بيسموها الفلوجر مود. وطبعا عندك بقى سوبر ستيدي فيديو لغاية 60 فريم في الثانية، تصوير فيديوهات 8K، وضع البرو فيديو مود اللي بيخليك تتحكم في مستوى الصوت وتختار الميكروفون اللي بيسجل الصوت، ودلوقتي تقدر تستخدم الميكروفونات بتاع الموبايل وفي نفس الوقت ميكروفونات السماعة اللي انت حاططها في ودنك. وبس كده، هو ده كل شيء جديد في الموبايلات. خلينا اكلمكم عن المنتجات التانية لان سامسونج نزلت حاجات تانية. اول حاجة عندنا سمارت تراكر جديد منزلينه اسمه سمارت تاجز، وفيها علامة ميدالية عشان تعلقها في مفاتيحك. اللي مش عارف دي ايه، ده منتج بتشتريه وبتربطه مع موبايلك وبتحطه في اي حاجة بقى، مفاتيحك، شنطتك، حيوانك الاليف، بحيث لو الشيء اللي انت حطيت فيه السمارت تاجز دي ضاع ممكن تدور عليه وتلاقيه وتحدد موقعه بميزة فايند ماي فون اللي موجودة على الموبايل. او مش عارف انا نسيت اسمها ايه على موبايلات سامسونج، ثانيه واحده، سمارت سينجز فايند. وسامسونج كمان بتقدم سماعات جديده اسمها الجالاكسي بودز برو. سامسونج غيرت التصميم للمره السابعه تقريبا، انا ما عدتش فاكر، بس المره دي التصميم بتاع السماعه بيجي في طرفها كده جلده بتدخل في الودن تاني زي الجالاكسي بودز بلس، ولكن تصميمها متهندس عشان تعمل سيل تماما وتكتم ودانك تماما، وده كله عشان سامسونج تقدم معاها ميزه عزل الضوضاء، عشان السيل والكتمه بتاع الجلده دي بتقدم لك تجربه عزل افضل من الجالاكسي بودز لايف القديم. طبعا سامسونج بتستفيد من السنسورات والميكروفونات الموجوده في السماعة دي وبتقدم لك ميزة جميلة جدا اسمها الكونفرسيشن مود، اللي لما بتكون السماعة محطوطة في ودنك وشغالة على وضع العزل بيدرك لما بتحرك فكك ان انت بتتكلم، فبيشغل لك وضع الترانسبيرنت مود عشان يدخل لك اصوات العالم الخارجي بحيث تسمع لو انت بتكلم حد، وبعد ما تخلص كلام مع الشخص اللي انت بتكلمه بعد مدة بسيطة يرجع تاني العزل يشتغل. فمتحمس جدا ان اجرب السماعات دي، هي يعني شكلها كده هي ايه المزيج المثالي ما بين الجالاكسي بودز بلس والجالاكسي بودز لايف. بس كده، هو ده كان كل شيء، اتمنى اكون غطيت لكم الموضوع بالكامل، واتمنى برضو ما اكونش طولت عليكم. شاركوني كل ارائكم وافكاركم في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للقناة، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.